On a peut-être un record, donc. انا هحاول اشير البروبوزر اللي احنا عاملينه. طب انتوا شايفين ان احنا ما بنبتديش دلوقتي، نستنى ال 20 دقيقه تاني او نص ساعه، ولو زي عشان نبقى ايه زي ايه زي ما احنا اتفقنا، ان لو حد جه تاني يبقى عددنا اكتر من 3، يبقى اكتر من نص العدد، فنبتدي الاجتماع بتاعنا الساعه 10 و50 دقيقه زي ما ايه اتفقنا. لو فضلنا احنا كده برضو 3 هنضطر نأجل الاجتماع، لكن عموما احنا النهارده المفروض نبعت البروبوزل، فانتم متفقين على البروبوزل اللي انا عامله؟ وانا بعت البروبوزل من امبارح يعني، وتايه او سامح بفرصه ان احنا نعدل فيه ونتكلم فيه ونتناقش فيه. وفي الحقيقة أنا مش شايف أي فريق تاني أو مجموعة عملت البروبوزل وحطته على الكلاس روم. فأنا بفكر أبعته بالإيميل أو أي حد يبعته بالإيميل يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام مستر حسن. اهلا مستر اسامه، مساء الفل، اتشرفت بيك النهارده، اهلا بيك زي حضرتك. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ. على فكره دي اول تجربه ليا مع زوم في على الموبايل. طيب تمام، يعني عرفت ادخل. انت شخص مجتهد وشخص نشيط، انا حسيت بيك يعني في التدريب يعني فعلا، من ويعني انسان بشوش و ومتفائل، حاجة كويسة جدا. الله يكرمك، بخبرك ايه؟ الحمد لله. الناس كويسين. ظهرت؟ ايه؟ الناس ظهرت في الاجتماع ولا لسه؟ أنا أنت شايف إن دلوقتي المفروض الزملاء هيكون، أنا حاطط كتبت دلوقتي يعني إن المفروض إحنا عددنا يزيد أكثر من 3 عشان نستمر في الميتنج. أنا شايف دعاء طاحون. شايف؟ بس دعاء طاحون معانا اهي دكتورة. أخباركم أنتوا، جات لكم أي تفاصيل؟ اللي أنت عنده؟ لا يعني اللي هو الجواب الانتداب للمأمورية ولا لسه؟ بالنسبة لا لسه، في مشترك مع مجموعة تانية جايبين صورة لقرار كده أو حاجة إن الطلبة اللي في المدارس الجديدة هتتوزع على المدارس الأقرب ليهم شوية، يعني السادات الطلبة المقدمين في السادات هيروحوا مدرسة سيرة الأيام اللي هي في المنوفية. ما هم اتنين في المنوفية. ومدرسة الفيوم هتروحوا بني سويف. صحيح. والبنية هتيجي عندنا اسيوط. ده على اساس ان الطلبة، ولكن هيئة التدريس مش عارف لسه. لسه الترم بيقولوا ابتداء، ممكن يكون بداية مع الترم الثاني كده ان شاء الله. على اساس ان هو ما استلموش المبنى لسه. المباني لسه ما استلموش، لسه مش شغالين فيها، بيشطبوا فيها. تمام. هو اسمك بالكامل ايه يا استاذ اسامه؟ انا اسامه غندور جريس منصور، حاطط الاسم الرابع الزوج.
أسامة غندور جريس منصور، حاطط الاسم الرابع. انا لقيت لقيت كده كده فانا افتكرت حد تاني يعني. مرة لقيت اسام منصور ومرة لقيت اسام غندور. انا كاتبه في البروزة لأسامة غندور اللي هو اسم التاني زينا كلنا، انا كنت كاتب الاسم التاني. في الميتنج دلوقتي اسام منصور. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، اشكر الله. الفكرة اللي انت عملتها كبيرة شوية يعني بالنسبة لنا، احنا لسه بنبتدي في البي اتش بي، فحتة ان موقع واكتيفيتي والطالب يكتب اكتيفيتي بتاعته والفيتشر عارف احنا كبيرة. انا عامل فيه كذا حاجه. لو بصيت حضرتك انا ممكن اشير دلوقتي. اه فبص يا مستر حسن، مستر حسن برضو، ايوه انا كاتب الانبوتس والاوتبوتس، وكاتب اه يعني الابستراكت. بص الابستراكت اللي عامله هو المفروض البروجكت يوفر في الافورتس والتايم والبوست اللي هي خاصه بالعمليه الاديوكيشن. طبعا لو ما هيبقى هو حاجه فيها اونلاين اكيد هتوفر في الكوست اللي هو مروح المدرسه والمصاريف الانتقال اه والمجهود طبعا. تمام. ما دي انا حاجه. اللي فهمته بالبروبوزال كده اه ان بس وهو انا بقول لك الاساس. كحجم ايوه. وعمل هيبقى كبير شويه بالنسبه وهو ما تنساش، خلي بالك حضرتك، يعني احنا عاملين اه حاجه فعلا مشروع كبير، بس احنا مش مطالبين ان احنا ننفذه كله. لسبب ان اه احنا هنعمل الجزء دوت، وخلي بالك احنا عددنا ستة افراد. يعني لو اه قلت ان كل واحد اشتغل على نقطه واحده وجمعناها ممكن نعمل حاجه بنقطه. نعمل حاجة بس اه اقول لحضرتك حاجه، احنا ده مشروع يعني في البدايه ما هواش مرتبط بنواحي ماليه، ما فيهوش بادجت، ما فيهوش ديدلاينز، ما فيهوش، هو مشروع تعليمي. احنا بنعمل بادجت، احنا عملنا دلوقتي بروبوزل. بروبوزل اعتقد ان هو، ايه رايك في البروبوزل من ناحيه المستوى؟ ممتاز بربوس النقطه فعلا ان هو هي حاجات كتيره ممكن تبقى صعبه، بس احنا مش اه مطالبين نعملها كلها. يعني احنا لو نجحنا نعمل واحده او اتنين منهم ده حلو جدا. واحنا هنقول في الاخر ان احنا عملنا او كنا هنعمل كذا، لكن وصلنا عملنا واحد او اتنين. تمام. اللي فهمته من دكتور حاتم ان هو عاوز حاجة سيمبل وشغالة. تمام. احنا ممكن برضو ايه، ما هو انا الحاجه اللي هنعملها في الشهر الفكرة ان شاء الله. اه يعني ماشي، الفكرة اللي انا عارضها طب اتفضل. الفكرة اللي انا عرضتها حكاية الكنترول شيت، والتيتشر يقدر يحط درجات المادة بتاعته، وممكن الطالب برقم جلوسه او بالاسم يشوف درجاته، طيب حاجة بسيطة شوية مفيش وممكن مشاكل، تبقى جزء فيما بعد جزء من المشروع الكبير بتاعك ده. مفيش مشاكل. انت جاهز البروبوزال فهتبقى بتاعك؟ نجهز البروبوزال. لا لسه انا كنت واخد منك الفايل وداير بعمل ايديت عليه وكنت هرفعه شوية كده، بس انت انشغلت في المدرسة بقوائم وتقسيم العيال والكلام ده، فانا ما نفس المشكلة ماسك عندنا، القوائم وحاجاتي. ف نفس الموضوع عندنا احنا برضو انشغلنا النهارده. بس عشان انا كنت محضر بروبوزل، على فكرة انا بكتب فيه من حوالي يومين او ثلاثة، وامبارح رفعته امبارح. تمام. على اساس ان امبارح ممكن نبعته، واخد بالك؟ هاي وقلت لو في حد عاوز يعدل فيه او يضيف، ده حتى مس ايريني كانت بتقول ان احنا عايزين نضيف عليه شوية حاجات تاني. كانت انا بتطلب تفاصيل منك عشان تشوف ال اه عادي، هو الطريقه بتاعتنا ان احنا هنعملها كده، ان انا هرفع الحاجه وانت مثلا شايف انك عاوز تعدل هتعدل وتحط بلون مختلف، وزميل تاني يعدل ويحط بلون برضه او يكتب اسمه تحت التعديل. احنا بنشتغل تيم وورك وكولابريتيف وورك، يعني عمل تعاوني. احنا بنتعلم ان شاء الله من خلال المشروع دوت، وهنعلم الطلبه عندنا بنفس تقريبا الطريقه. يعني احنا لما نيجي نبتدي في الاول خالص هنبتدي بيج بروجكت، ونبتدي ايه ان نديهم، لو حد عاوز من الطلبه يشتغل مع نفسه بعد الدور
ويدور ويجيب اكواد، هنلاقي حاجات زي كده على فكره. يعني من الطلبه في سنه تانيه لرايحين تالته هتلاقي في طلبه مهتمه بالموضوع وفي طالب مش مهتم. فانا كده بدي الفرصه ان يعني ايه، دايما انت حضرتك تدي بيت كوش كبير جدا، تمام، وتبتدي توصل لايه؟ صغار كده سمول كويشن. ويعني احنا عايزين نعمل في المشروع بتاعنا، اول حاجه هنعمل حاجه اسمها ساين ان وساين اب، وبعد كده ساين ان. هاي هاي ولوج اوت بعد كمان. بالظبط كده. فاحنا محتاجين ان احنا اهو لو احنا جينا هنا مثلا هنلاقي في الستودنت مانجمنت وفي التيتشر مانجمنت، تمام؟ طيب في هنا حاجه اسمها اللوجن مانجمنت. اللوجن مانجمنت دي يعني هو تيبل هيتظبط كده بحيث ايه هيبقى فيه اليوزر نيم والباسورد، تمام؟ للتيتشر والستودنت. يعني التيتشر هيروح ممكن نعمل تو تيبلز، تيتشر تيبل للتيتشرز وتيبل للستودنت، ممكن يبقى التيبل للاثنين مع بعض، تمام؟ احنا كمان هنعمل حاجه، اولا التيبل ده هيتبني من خلال الساين اب. يعني هيتعمل لما يجي الطالب يعمل ساين اب هيروح يطلب منه ان هو يدخل اليوزر نيم والباسورد والاي دي بتاعه والايميل مثلا. تمام؟ وبجملة انسيرت هيروح مدخل وباني احنا التيبل ده هنكريته، فهيروح مدخل في التيبل دوت ايه اللي هو الداتا بتاعته هتبقى ايه؟ كده هو عمل ريو او يعني خانه كده لو في التيبل خاصه بالستودنت دوت او بالتيتشر دوت. ولما يجي يعمل ساين ان هو هيدخل بياناته وهناخد البيانات دي ونقارنها بالداتا بتاعته، لو لقيناها هروح مدخله هيبقى في فاليديشن، هروح داخل على الاكونت بتاعه، تمام؟ تمام. هلاقي بعد كده دي ده الواحد احنا لو نجحنا في عمل دي يبقى دي كده حاجه كويسه، دي نمره واحد، تمام؟ هنيجي بعد كده التيتشر هو الاساس. التيتشر لما يخش المفروض هندور على حاجه تعمل ابلود، يعني فايل يعمل ابلود او سوري يعني هندور على كود جاهز. انا عجبتني مس دكتوره دعاء هي بعتت كود على الاكزامينشن او المالتيبل تشويس كويشنز، اعتقد كده انا ما شفتوش وما جربتوش، بس انا اللي فهمته كده. لو هي موجوده ممكن تقول لنا، يعني مش عارف ايه الناس متابعانا ولا لسه ما دخلوش. ما انا شايف ان انا شايف بس دعاء معانا شايفها موجوده بس هي ما اتفعلتش. بتكتب شغاله المايك بتكتب. اذا في مشكله عندها في المايك. طيب كويس انها تكتب. فعلى فكره انا بسجل الميتنج ساعات بيروح الصوت بيروح وبيظهر. انت بتبعد عن المايك شويه ولا؟ لا لا لا. انت سامعني كده كويس؟ يمكن انا بعدت عن المايك. شوف الكاتب انت بتتحرك. انت كويس، انت خليك في الشاتنج وقول لي الشاتنج فيه ايه ويبقى انت كده معاك الشاتنج. اوكي انا على صفحه الوورد على البروبوزال بتاعك دلوقتي. تمام انا شايفها، انا شايفها مش كده؟ واضحه عندك؟ تمام عندي. عارف دكتورة دعاء عندها واضح ولا؟ يا ريت تكتب لنا. تابع انت الشاتنج كده هي كاتبه ايه دكتورة دعاء دلوقتي؟ بتقول واضح عندي. طب كويس. طيب احنا بس عشان انا هعمل شيرنج اهو تاني اهو. هعمل ستوب شير معلش. وبعد كده هعمل شير تاني اهو. ده الموضوع بتاعه. انا معلش عايز اركز بس شويه. فهنا احنا دلوقتي الحاجه المهمه في البلاتفورم دوت ان انا عندي تضيف للفيتشر ان هو يابلود فايل بي دي اف فايل مثلا او لينك، تمام؟ يعني انسرت لينك في الصفحه مثلا، تمام؟ او ينسرت امبيدد فيديو. يعني ايه امبيدد فيديو؟ يعني فيديو على اليوتيوب وهو هيجيبه امبيدد فيظهر الفيديو بحيث انه يشتغل في نفس الصفحه، تمام؟ تمام.
فدي حاجات سهله. هو وهتيح للطالب، وهتيح للطالب ان مثلا انا مثلا هتيح للتيتشر برضه ان هو يكتب كويشن او كويشنير، او يكتب مثلا كويشن كبير او تو كويشنز مثلا. بطلب منه التيتشر يكتب مثلا، يطلب من الطالب انه يكتب مثلا ايه اساي او ريبورت او تيبل بالمواصفات المعينه، مثلا ان هو ما يزيدش عن من 300 ل 500 كلمه، ويكون مثلا فونت 12 السايز بتاعه، ويكون الفونت تايمز نورمال اند سو اون. اوكي الشوت هنا بقى هاجي هتيح للطالب ان هو يابلود فايل اللي هو وورد فايل او بي دي اف فايل وكونديشنز معينه، يعني ان الفايل ما يزيدش عن 1 ميجا بايت. تمام، لو زاد الفايل 1 ميجا بايت مش هيترفع. طيب اترفع الفايل، يبقى هنا هيرجع بقى التيشر يقدر يداونلود الفايل دوت ويعمل له ايفالويشن وياخد الديجري ويحطها للطالب. تمام، والديجري او الريزلت ديت هتظهر للطالب برضه. تمام، هنا بقى في مجموعه يبقى دي حاجات اساسيه. مس دعاء اتكرمت وشيرت كود جهاز الاكزامينيشن. تمام، احنا بقى كل شغلنا في الفتره اللي جايه هي هتكون شغل يعني صعب شويه، او مش صعب يعني، هياخد وقت ومجهود ان احنا ازاي نتست الاكواد اللي هي الاوبن سورس ديت، وازاي نلينك نمانج نمانج الكونكشن فايل. احنا هنعمل كونكشن فايل للداتابيز، هنكريت الداتابيز وهنعمل كونكشن فايل للداتابيز، وهنربط بقى في كل كود او في كل كود هنحط الكونكشن، وهنشوف بقى الكود ده شغال يعني، عامل كويشنير، عامل الفايل بتاع الابلود شغال، الفايل بتاع الداونلود شغال، الفايل اللي هو بتاع الام سي كيو كويشن شغال، اللوجن شغاله كويس مظبوطه، الساين اب شغاله. وهنعمل بعد كده شويه حاجات بقى باوامر السلكت. ممكن بقى انا هنا هعمل كذا تيبل، يعني هيبقى في تيبل طبعا خاص بعمليه الباسوردز واليوزر نيم والايميلز بتاعت التيتشر، وتيبل تاني خاص باليوزر نيم والباسورد بتاع الستودنتس. تمام، وهعمل بقى تيبل. انا ممكن اكلم الو، ممكن تيبل واحد لليوزر وفي فيلد تيتشر اور ستودنت، يعني بيسالوا على التايب بتاعه. تمام تيتشر اور. تمام، طيب احنا بعد كده بعد ما نعمل الموضوع دوت هيبقى في حاجه اسمها اكتيفيتي لوج مانجمنت. احنا ممكن نكون طب يروح في ريليشنز بين التو تيبلز او من خلال اللي هي بتبعد عن المايك، بتبعد عن المايك صوت. لا لا، هو احتمال يكون الانترنت بيبقى فيه ضعف شويه. مشكله. انا ممكن اهدي كمان من الصوت، ما اتكلمش بسرعه عشان الصوت يبقى البند بتاعي يسمح ان الصوت يوصل. طب هو الفكره دي قلت لك الفكره دي كبيره ك طيب احنا ممكن نختصرها شويه. ممكن نخلينا مثلا في، يعني انت الفكره بتاعت الكنترول شيت واصله لك كويس ولا واصله لي؟ بس اقول لحضرتك يعني حاجه. طيب اتفضل. احنا ممكن هنعمل تيبل لليوزر بحيث ان كل طالب يحط الداتا بتاعته، او الكنترول اسيست هو اللي بيحط الداتا بتاعت رقم الجلوس، بحيث ان الطالب يبقى معاه رقم جلوس يقدر يخش يشوف النتيجه بتاعته نهائيا مثلا، والتيتشرز بيحط درجات. بس بالحاله بسيطه، بحيث ان نعمل اكتيفيتي الدكتور حاتم عاوزها، هو عاوز يشوف شغل. لكن اعتقد يعني دي الفكره بتاعتك دي، ممكن بعدين بقى في اثناء الدراسه او حاجه، بحيث يبقى ايه عايزه شغل طويل. هقول لكم على حاجه، احنا ممكن نضيف الكنترول شيت على الشغل ده، وصدقني احنا مش مطالبين ان احنا ننفذ كل حاجه، يعني معايا؟ يعني
هو دوت معلش رساله دكتوراه ولا رساله ماجستير. يعني احنا في الاخر خالص هنقول ان احنا نفذنا مثلا الساين ان، نفذنا الساين اب والساين ان والكنترول شيت، تمام؟ ماشي. ممكن ونحط الريكومنديشنز بتاعتنا. ده خلي بالك ده ساينتفك ريسيرش او ساينتفك بروجكت، ده صح ان احنا بنعمل، ونحط رايك في الريكومنديشن بعد كده ان احنا بنريكومند للناس اللي هتستخدم البروجكت ده بعد كده ان هي تعمل اللي هي تعمل الحاجات الثانيه اللي هو الستودنت ريبورت والتيتشر ريبورت والاكتيفيتي لوج ان لوج ريبورت، وتعمل السيستم يوزر مانجمنت. معايا حضرتك؟ ايوه. بس فده مش هيعيبنا في حاجه. احنا لو زودنا دلوقتي الكنترول شيت دلوقتي واخد بال حضرتك، ويبقى ده هو الريكومنديشن بتاع الدكتور حسن ان احنا زودنا الكنترول شيت على الموضوع. ممكن تبقى تبتدي بيه، نبتدي بيه ونزوده فيما بعد يعني. تمام تمام. في التيتشر اكتيفيتي وفي الستودنت ممكن يرفع الاكتيفيتي بتاعته او يرد على الاسئله التيتشر. هنوصل ان شاء الله الهدف ان شاء الله. دكتوره دعاء موجود معانا ولا؟ دكتوره دعاء طلعت وانا دخلتها تاني، يعني عملت لها دخول تاني يظهر، بس هي ما بتتكلمش ليه؟ حاول تبص على الشاتنج وتقول لي. هي المايك عندها عليه فلاش. طب انا برضو مش شايف ان حد بعت لغايه دلوقتي، فانا هبعته بالايميل برضو، هبعته له على الايميل صح كده؟ اوكي. او على الكلاس، هو بيخش الكلاس وبيشوف. انا هبعته، احنا مع بعضينا اهو ما بنتناقش، هضيف الكنترول شيت. اجهز، انا ابتديت جهزت صفحه الاندكس وصفحه الهوم. جهزت عملت كود يعني؟ يعني ابتديت شويه. طب كويس. يبقى انا بص زي ما حضرتك شايف كده، اكتب في الانبوت كده كنترول شيت. كنترول شيت. شيت. تمام. ده كانبوتس. تمام. ويبقى برضو هنا ال student 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 result مش كده ولا ايه؟ ايوه مش كده؟ total result results نتائج results. اوكي دي في الاوت. تمام كده؟ تمام. ده كانبوت اوت. هنا بقى في البروجكت سوليوشن بقى والبروسيدرز هنقول بقى الانبوتس والبروسيسور، ستودنت ساين اب، ستودنت فيل هيز هير داتا تو ستودنت تيبل ويز فاليديشن اوف كوركت داتا تايبس انسيرتد ذن سكسسفول ساين تيتشر ساين اب تيتشر فيل هيز هير داتا تو تيتشر تيبل ويز فاليديشن اوف كوركت داتا تايبس انسيرتد ذن سكسسفول ساين اب. يعني ستودنت لوجن if it is found sign in success and the flags inserted in sign table else error. تمام. تمام. بعد كده هنا برضو teacher login if it is found sign in success and flags inserted in sign in table flags اللي هو ايه يعني flag ده هيوري مثلا التايم اللي دخل في التيتشر مثلا عشان يبقى في ريبورت بعد كده بالتيتشر دخل امتى وطلع امتى، وكمان ممكن يبقى في فلاجز التيتشر عمل ايه يعني دخل في اي مكان مثلا في الويب. ايوه السكيورتي بتاعت يعني هي حاجات هي حاجات احنا ممكن احنا حاجات بسيطه جدا مش هتختلف في الحاجات الصعبه دي لو عرفنا نعملها يعني لو توفقنا يعني لو كان في وقت يعني.
ان بعد شاء كده الله. التيتشر هنا بعد كده لما دخل ساين ان التيتشر ممكن يعمل ابلود لفايل. If the file is according to condition يعني الفايل دوت مثلا اقل مثلا من 1 ميجا او 2 حجم ميجا بالظبط كده ده الكونديشن الابلود هيتم. و if the process is according to the condition then the success يبقى حصل ابلود. والفلاجز انزرتد ان ذا تيتشر مانجمنت تيبل لو ما حصلش كده ما كانش يبقى في ايرور هيحصل. The student برضه need to write or watch a video. ability to check box يعني ممكن مثلا ايه انا اسف لو شاف الفيديو دوت الستودنت نفسه هيحط تشيك بوكس تمام. فهو لما يحط تشيك بوكس هيجي لي انا فين في حاجه اسمها ايه اللي هو ستودنت مانجمنت تيبل. يعني كل ستودنت هيبقى فيه ايه التيبل بتاعه او الريكورد بتاعه بيتشيك بوكس على النقطه دي يبقى هو اراها ان هو فاهمها تمام. وطبعا ده هيبقى في الايفالويشن في الاخر. student to do examination or upload journal ما هنا ممكن يعمل examination question لها فبالتالي تجيني انا الريزلت بتاعتي برضه تسجل عندي في الريكورد بتاع ايه الستودنت دوت تمام. او يابلود اساي اور ريبورت طلب منه من ال في الويك دوت او في الاسبوع دوت وبالتالي التيشر هيخش ايفالويت. ولما ايفالويت الستودنت دوت هتروح الديجري برضه او الدرجه بتاعته في للستودنت دوت في الرو بتاعه في اللي هو ايه الستودنت مانجمنت تيم تمام. اهو ادي الستودنت مانجمنت تيبل التيشر ايفالويت اساي اور جورنال اكوردنج لو اكوردنج تو كونديشنز انا ما كتبتهاش دي تو كونديشنز. وبعد كده لو صح كده يبقى ايه يبقى هيدي اوكي لو والفلاجز انزرت التيتشر مانجمنت تيبل لو الريزلتس اند والريزلتس انزرت انتو. هنا في حاجتين يعني التيتشر بيبقى صحح فبتروح على التيبل بتاعه والدرجه هتروح لايه ناحيه التيبل بتاع الستودنت عشان ايه تحصل لها ابديت ويبقى كده الستودنت دوت خد الدرجه بتاعه. وفي بعد كده حاجه اسمها اساينت مانجمنت تيبل اند سيستم يوزر مانجمنت تيبل. هنا بعد كده are designed and created with relation to teacher. هنا هنا هيبقى في هنا برضو ايه teacher teacher upload control sheet control sheet تمام. دي اللي هت دي الحته اللي هنزودها في البروسيس يعني التيتشر برضه هيكون هي ابلود هيبقى ابلود مش هيبقى ابلود تيتش كنترول شيت هيبقى فيل فيل ان ديجري ستودنت بس يبقى عنده الفورمه موجوده. طب بصوا حضرتك التايم هيطلع دلوقتي اوت فاحنا كده هنعتبر يعني احنا هنكمل لغايه لما غالبا كده بعد 10 مينت الميتنج هتنتهي. يعني هو مديني رساله هنا شايفها الرساله ولا لا؟ شايف الرسالة؟ ولا مش شايف مش واضحة لا عندك؟ مش واضحة عندي عشان عشان انت عشان انا الهوستنج. فانا بقول لك يعني هينتهي بعد 10 مينت و الناس حاولوا يوصلوا تاني. في حد حاول يخش؟ ما انا بقول يكون الناس بعت لهم على الواتس وحاولوا يوصلوا يحضروا يعني. او ممكن يكون الناس ان شاء الله. عموما احنا بعد بدايه معقوله كويس نعمل البروبوزال دوت هنبتدي نبتدي حاجتين مهمين جدا اللي هو ساين اب وساين ان. يعني الكود بتاع الساين اب والكود بتاع الساين ان. الكود بتاع الساين اب دوت عباره عن هيبقى انسيرت. الكود بتاع الساين ان هيبقى عباره عن سيلكت تمام سيلكت ستيتمنت وهيبقى فيه الكونكشن تمام تمام ان شاء الله تمام ماشي. يعني احنا حتى لو عملنا الشغل بتاع الساين ان وساين اوت وعملنا بعد كده كنترول شيت ده حلو جدا فعلا ان يعني. شاء الله يعني ماشي. يبقى كده احنا عملنا انجاز ويبقى البروبوزر بتاعنا موجود معانا عشان حتى لو عملنا ابديت مثلا بعد كده بعد فتره يبقى ايه يبقى ده شغل برضو ايه موثق ومعاه تمام؟ تمام طيب انت شغال على لاب ولا شغال على موبايل؟ لا انا شغال على لاب
ليه بتسأل؟ اه تمام، بس انا فاتح شغال زوم مش فاتحه من الموبايل. فاتحه من الموبايل؟ اه اه ويشتغل من الموبايل عادي. اه اه ما عشان عندي الصوت والمايك والحاجات دي مش في اللاب مش كويسه. اه ماشي يا استاذ اسامه ماشي. لا انا مش قصدي حاجه، انا عايز اشير بس عشان شير اهو اه الملف اهو. احنا وصلنا بيقول لك ايه، ان التيتشر ابلود الكنترول شيت اوف ريزلتس. اي ماشي. اف نقول ايه بعد كده، التيتشر ابلود الكنترول شيت اوف ريزلتس of students results of students results. تمام مش كده؟ بعدين الستودنت يقدر يشوف النتيجة من بعد، اه يعمل سيرش بالرقم الجلوس بتاعه وبالنيم ويشوف نتيجته. دي هنخليها في الاخر دي، معلش طيب كده كده، لان هنا في الجملة دي نعملها ديليت كده، اللي هي اليوزر سيستم يوزر مانجمنت تيبل ار ديزايند اند كريتد ويز ريليشن تو تيتشر مانجمنت تيبل سيرت مانجمنت تيبل اند ديزاين تيبل يوزنج ديفرنت تايب داتا بيز ريليشن ساتش از 1 تو 1 ميني تو. بعد كده هنا برضو ممكن نحط هنا برضو هنا ايه، ممكن نحطها هنا اهو، نكتب هنا الجملة دي، تيشر كان تيشر ابلود كنترول شيت اوف ستودنتس ريزلتس. تمام. تمام then into its database into results stable. تمام انتو ريزلتس تيبل. ريزلتس تيبل تمام. اوكي تمام. الاوتبوتس بقى will be generated using the select method by selecting. ممكن هنا التيتشر ريزلت ريبورت برضه، ستودنت ريزلت ريبورت اهو، ستودنت هنا ستودنت ريزلت ريبورت. هذا الموضوع يعني الاوتبوتس كلها عباره عن ريبورتس هتيجي بالسلكت، وكل الحاجات اللي فاتت ديت هتبقى عباره عن انسيرتس. انسيرت تمام، اغلبها تمام انسيرت يعني. تمام. تمام اه تمام اوكي يعني اللي هيتعمل على ال HTML سواء تشيك بوكس سواء ابلود فايلز سواء مالتي تشويس كويستشنز، كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن انسيرت. انسيرت الاوبشنز التشيك بوكسز لداتا لفيلدز هتتملي من خلال الانسيرت. احنا بس هنركز على الساين اب والساين ان تيبل او البروسيس بتاعت ساين ان، واللي هو ابلود الكنترول شيت. ده المفروض انت عملت كنترول شيت قبل كده يا مستر حسن؟ لا سوفت وير، لا انا شغال في الاكسل في الكنترول عادي، فبيبقى في فورمه موجوده. لو انت الصوت بيروح. يعني لو عندك الفورمه دي ممكن نحولها لتيبل. معايا حضرتك؟ ايوه ما هو بيبقى تيبل اه ثلاث مواد مثلا بالكتير يعني، ما نكترش عشان تبقى العمليه بسيطه. بالظبط كده بالظبط. انجلش ساينس ماث ايوه دي فيل ان، الفيتشر بيملاها، التوتال دي ايكويشن تعملها عادي، تمام. وبتظهر للطالب فيما بعد لما يدور يخش بيعمل رقم جلوس او بالاس، هيظهر له برضو الانجليش ساينس والماث والتوتال بايكويشن تمام ات ران تايم.
تمام فأنا بحاول فيها كده إن شاء الله، وهرفعها لكم ونشوف رأيكم فيها إن شاء الله. التايم خلاص، ميتنج خلاص. خلاص انا بس عايز احط الحاجات دي بس اظبطها كده. حواليك دوشة. هو اصل انا هي قاعد في البلكونه، عشان البلكونه الجو احسن فيها من جوه، انا مش مشغل. ايوه، عربيات والعيال بيحاكي. لا لا، هو بس شويه اطفال بيلعبوا في الشارع بس. ايوه يمكن بس انا مستخدم الهاند فري. خلاص اوكي. الوقت بتاع الميتنج موجود لسه ولا خلاص؟ خلاص خلاص ماشي. طيب طيب اشوفكم في الميتنج تاني ان شاء الله. احنا من دلوقتي هنتكلم فكره في الاكواد، ويا ريت تبلغ الزملاء، عشان يا ريت السطرة. الو، ممكن بس ايوه تتواصل مع معاك الدكتور المستر صابر صابر. والمستر فيصل، يا ريت بس عشان كلنا نتواصل، انا بالتليفونات حتى معايا، وتعمل لهم موتيفيتنج كده عشان يتواصل من خلال الواتساب، ونقسم الرولز بتاعتنا ونقسم الادوار اللي هي بيها احنا نستفيد ونعلم الطلبه بتاعتنا فعلا ان شاء الله يستفيدوا واحنا كلنا نستفيد ان شاء الله. ماشي، ربنا يسهل. ماشي اتفضل. سلام سلام دكتور لؤي، سلام دكتور حسن، سلام سلام دكتور، سلام يا مستر حسن، سلام سلام. سلام.